مبروك ليهم وهارد لاك لينا، وان شاء الله التعويض سهل. موضوع لسه بدري، لسه بدري جدا، ده لسه 5 ماتشات والنادي الاهلي قادر ان يكسب ال5 ماتشات دي، مش هي دي القضيه. لكن احنا لما بنتكلم قبل المباراه غير تملي، بنقول ايه الحاله اللي عليها اللعيبه يوم المباراه وقت المباراه. طيب انا النهارده ايمن، من وجهه نظر انا الشخصيه، انت بتلعب 11 واحد وغير في ناس اتغيرت، بس هتكلم على ال11 الاول. لم يؤدي احد دوره بشكل جيد غير محمد عبد المنعم فقط، دي من وجهه نظري الشخصيه. كله بره، يعني علي معلول مش في حالته، هاني مش في حالته، ياسر ابراهيم مش في حالته، ديانج وحمدي فتحي مش في حالتهم، طاهر وبيرسي تاو وعبد القادر ما مش في حالتهم، حسين الشحات نوعا ما يعني، هو مش رغم انه بيلعب مش في مكانه، واحنا قلنا يعني الافضل انه يكون في مكانه لان هو اجاد فيه، ومع ذلك هو اللي اتغير اول تغيير. فدي برضو يعني هو يوم ما الحاله مش حلوه، الحاله كلها مش حلوه. طب انت ساعات مثلا بتعمل مباراه مش باجاده تامه، ولكن في فرص ضايعه، في خطوره، في لا حتى دي حتى مش لاقينا يعني. انت مش لاقيها الشوط الثاني، ان مثلا في خطوره، في تهديد لابو 20، لحارس مرمى لهلال ابو 20، في اصرار وضغط كده، لا في، عارف انت حاله زي ما يكون استسلام او خمول. وبعدين لما يحصل يا ايمن كتير قوي، وانت قلت وسالتنا كلنا موضوع المشاحنات بتاعه الشوط الاولاني اكتر من مره، صحيح. من اكتر من لعيب استمرت الشوط الثاني، طلعك من تركيزك. طب ما انت بتطلعك من تركيزك، ما هو دي بقى ليه؟ لان خلي بالك، انا اللعيبه لما بتبقى في احسن حالاتها الفنيه والبدنيه وبقديها ماتش كبير قوي، ما بتقعدش تلتفت للحاجات دي كتير. انت ما بتقعدش تركز مع مشاحنات، وده خبطني وده مش عارف عمل لي ايه وده، لا. لما بتقعد بقى تتكلم كتير ورغي كتير واكتر من مره في الشوط، يبقى انت الحاله مش يعني مش عارف تجيب نفسك فنيا، فانت بتتكلم كتير وبتطلع بره التركيز. فخرجتك بره التركيز. انت الاخر ربع ساعه ايمن او 10 دقائق الماتش تقريبا ما بتلعبش، ايوه، وخناقه وعين ايه، فاول وعين تقف كره تقف، يعني تحس ال 10 15 دقيقه اللي هي ممكن انت لو انت بقى مركز ومهتم او مش مهتم يعني قادر وبتقاوع وكده، ما كانش هيبقى عندك شغل للموضوع ده خالص، ولا هتحطه في دماغك، هتلعب تركز على انك عايز تتعادل. هو بالنسبه لهم كويس يا اسامه، طبعا بالنسبه للهلال، بالنسبه للهلال هو عايز كده، وعايز كل دقيقه تقف يبعدك مظبوط، بس هو بالنسبه له احسن. صح، يعني طبيعي انهم الفرقه اللي كسبانه عايزه الماتش يفضل كده لغايه لما يمشي.